السلام عليكم، أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطية الخاصة التي تتحدث عن العزوف الشعبي الواسع عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث قالت مجلة War on Rocks الأمريكية في تحليل لها عن الانتخابات البرلمانية في العراق إن أحد أبرز أسباب المقاطعة الشعبية للانتخابات هو اليأس من إحداث أي تغيير سياسي وفقدان ثقتهم الكاملة بالعملية الانتخابية، كما أن رأي العام العراقي بات على قناعة راسخة بأن الانتخابات الجديدة لن تنتج سوى حكومة محاصصة أخرى على غرار الحكومات السابقة. وأوضحت المجلة الأمريكية أن المعوق الأكبر أمام إقناع الرأي العام العراقي من قرار العزوف إلى المشاركة بالانتخابات هو إصرار القوى السياسية الحاكمة على تمسكها بنظام المحاصصة الطائفية الذي أودى بالعراق وحطمه بالفساد والطائفية وفوضى الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة. مشاهدينا الكرام، سيكون معنا في هذه التغطية الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي ضيفا في الاستوديو. أستاذ حسين، مرحبا بكم. أهلا وسهلا، أهلا حياكم الله خير. وعبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور محمد جواد فرس. دكتور محمد، السلام عليكم. عليكم السلام، وأهلا ومرحبا بكم ومشاهديكم الكرام. أهلا بك دكتور. مشاهدينا الكرام، وقبل النقاش مع ضيوفنا نشاهد وإياكم هذا التقرير. اللامبالاة واليأس هي أبرز المشاعر التي تسود المجتمع العراقي فيما يتعلق بالانتخابات البرلمانية القادمة ومسألة المشاركة فيها وفقا لمركز بيلفر للعلوم والشؤون الدولية الأمريكي، الذي أكد في استطلاع له بأن معظم العراقيين باتوا على قناعة راسخة بأن الانتخابات الجديدة لن تحقق لهم أي شيء يخفف من وطأة واقعهم الحالي، فيما أكد آخرون بأنهم لن يتواطؤوا مع ما وصفوها بجريمة الاشتراك في الانتخابات القادمة، والتي لن تسفر إلا عن إعادة تدوير لنفس الوجوه السياسية والحزبية المتهمة بالفساد وإشاعة الطائفية وإيصال العراق إلى هذا القاع الخطير في كل شيء. وكالة فرانس بريس نقلت آراء لعراقيين قالوا إنهم يشاهدون الملصقات الانتخابية للسياسيين في الشوارع، لكنهم لا يعرفون أصحابها من المترشحين للانتخابات أو لا يعرفون برامجهم لأنهم غير مكترثين صراحة بالبحث والتقصي عنهم. عزوف شعبي واسع لم يكن نتيجة موقف طارئ ولم يكن محض صدفة، فالثمانية عشر عاماً الماضية كانت كفيلة في غرس اليأس والإحباط في نفوس المجتمع من إمكانية أن تقوم العملية السياسية بنهجها الطائفي وفسادها على اجتراح أي خطة للإصلاح أو إيقاف هذا التدهور العام، والذي جعل العراق في المراتب الأولى في قائمة أفشل دول العالم وأكثرها خطراً وفقاً لمنظمة ميرسر النمساوية وإنكل الإلكتروني المعنيين بقياس معايير مقومات الدولة استناداً لبيانات مستمدة من وكالات تابعة للأمم المتحدة. تفاقم معدلات الفقر والبطالة وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة وتنامي سلوكيات الرشا والأتوات وتجارة المخدرات والبشر وانتشار الجريمة المنظمة التي فاقمتها سياسة الإفلات من العقاب فضلا عن غيرها من مؤشرات انهيار الدولة، وضعت الشعب العراقي في المرتبة ما قبل الأخيرة بكونه أكثر الشعوب الفاقدة للثقة بالمؤسسات السياسية كالحكومة والبرلمان والقضاء وفق موقع البارومتر العربي، وهو ما رسخ حالة انعدام الثقة بأي مخرجات انتخابية وفق دراسة لمركز ترندز للبحوث والاستشارات، الذي أكد بأن كل الانتخابات التي جرت خلال المدة ما بين الأعوام 2006-2018 كانت منحرفة ومزورة رغم الإشراف الدولي والعربي عليها، ولذا من المرجح جدا أن يتكرر السيناريو نفسه خلال الانتخابات القادمة في ظل بيئة يهيمن عليها بالكامل سلاح الميليشيات والمال السياسي والتدخل الدولي والإقليمي لا سيما الأمريكي والإيراني.
إذن مشاهدينا الكرام، لمن فاتته المقدمة، نناقش في هذه التغطية العزوف الشعبي الواسع عن المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، وأبدأ مع أستاذ حسين السبعة. أستاذ حسين، يعني كما تعرفون وأنتم مطلعين على كل ذلك، كل استطلاعات الرأي العراقية وحتى الصحف والمجلات الغربية تتحدث وتؤكد أن الغالبية العظمى من الشعب العراقي سوف يقاطع الانتخابات، وذلك لأنهم قد يئسوا وقنطوا من أي تغيير جدي قد يحدث في العراق. ولكن السؤال المطروح هنا، أليس من المفروض أن التجربة الديمقراطية بعد مرور كذا سنة تتطور وأيضا تتقدم لا تتراجع وتقاطع الانتخابات؟ يعني شوف، الشعب العراقي عندما يقاطع الانتخابات ليس من فراغ وليس رفضا للانتخابات، لذات الانتخابات. طيب، لا يوجد شعب بالعالم يرفض أن تكون حكومته منتخبة وتمثل إرادته الوطنية. نعم. هذا سواء شعوب عربية أجنبية والعراق على وجه الخصوص. ولكن ما يجري في العراق ليست انتخابات لا حرة ولا نزيهة، ولهذا السبب وهناك تجارب سابقة جربها العراقيين وكانت النتيجة يعني نفس ما توقعت القوى الوطنية، بأن هذه الانتخابات سوف تنتج حكومة طائفية وتكون نسخة مدورة لما سبقها. فالتجارب السابقة جعلت من العراقيين أن يعني يكون هناك عزوف عن الانتخابات، وخصوصا آخر تجربة عام 2018 كانت تجربة بائسة جدا. القوى السياسية نفسها التي شاركت في الانتخابات شهدت بأن هذه الانتخابات كانت مزورة ونتجت يعني حكومة ضعيفة جدا وحكومة طائفية، وشاهدنا أنه قتل المئات إن لم يكن آلاف، ويعني قضية ثوار تشرين ومعلوم عدد القتلى والجرحى الشهداء منهم. نعم. كل هذا نتيجة عملية انتخابية فاسدة شارك فيها فقط 20%. إذن التجارب السابقة هي التي جعلت من العراقيين أن يعزفوا عن المشاركة في هذه الانتخابات. أما لو كانت انتخابات حرة ونزيهة كما باقي الدول لن يكون العراقيين بهذا المستوى، لكن التجارب هي التي جعلت من العراقيين يعزفون. لهذا بعض الإعلام يروج على أنه ماذا تريدون؟ يا سيدي، نريد حكومة وطنية. طيب يا سيدي، نريد انتخابات حرة ونزيهة. لا تأتيني بميليشيات وحتى يسلحوا فوق المواطن الناخب ويهدد به ومن ثم تقول لي أنا أجريت انتخابات. أي انتخابات هذه؟ هذا سبب الانتخابات العراقية هي فاقدة للشرعية، ليس فقط بعدد المشاركين من نسبتهم وإلى ذلك. يعني قد يجوز واحد يقول لك أنه نسبة المشاركة راح تكون 20-30%. طيب، ولو، لكن هل هي شرعية؟ اليأس من النظام العملية السياسي، النظام السياسي القائم في العراق لا يمكن تغيير انتخابات. لو فقط بس الانتخابات، لا، النظام السياسي في العراق لا يمكن أن تغيره انتخابات، وخصوصا بهذه الآلية التي المعتمدة لدى الدولة العراقية. طيب، النظام السياسي في العراق يحتاج إلى اجتثاث كامل ومن ثم بناء عملية سياسية على أسس وطنية. آنذاك سوف تشاهد وسوف يرى العالم كله كيف يشارك العراقيين، وما هو موقف أمريكا وإيران عندما تكون القوى الوطنية مشاركة في الانتخابات التي نتكلم عنها. أما الآن أكيد يعني التأييد مسبق والترويج، وهي يعلمون أنه هذه سادس انتخابات. نعم. يعني شارك حدثت في العراق والنتيجة واحدة. طيب، من دمار إلى تهجير إلى سجون إلى مقابر جماعية إلى سجون سرية إلى تهجير إلى مناطق أفرغت من سكانها. طيب لماذا؟ لسنا في نظام ديمقراطي وحكومة برلمانية وإلى آخره؟ إذن القصة ليست كما يروج هؤلاء، والشعب العراقي أوعى منهم، ولهذا السبب كانت المقاطعة ليست من فراغ وإنما ردا على هذه الممارسة. طيب، دكتور محمد جواد فارس، في استطلاع محلي للرأي أيضا أجمع المشاركون أن كل الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق هي متشابهة، لا شيء يتغير، نفس الوجوه، مرة يصبح عضو بالبرلمان والانتخابات التي بعدها يصبح وزيرا في الحكومة، لا شيء يتغير. هل هذا هو السبب الحقيقي والرئيسي للمقاطعة الشعبية، هو تشابه الانتخابات وبالتالي هي التي تفرز نفس الوجوه دكتور؟ بالتأكيد أن الانتخابات السابقة والتي سوف تجري يوم 10 بعد 3 أيام، نعم، هي ضمن منهاجية معينة لقوى الاحتلال وشركائه، وبالتالي أنها هذه القوى تصب في اتجاه واحد، وهو أنه الآن الانتخابات لا يمكن أن تكون
ديمقراطية وشفافة أبدا، وإنما سوف تأخذ نفس نهج الانتخابات التي جرت في الدورات الأربعة السابقة. وبالتالي يجب أن نفهم جيدا أن الناخب العراقي أصبح على مرأى من هذه الانتخابات التي لا تأتي بشيء لهذا الناخب، وإنما بالعكس أنه تضر، لأنه دائما في برامجهم يقولون أن هذا الناخب سوف يأتي بالخير للشعب العراقي في مجالات متعددة، منها التعليم والصحة والبناء وغير ذلك والمدارس والمستشفيات. ولكن عندما يأتي هذا الناخب يفكر جديا كيف يملأ جيوبه في المال الموجود بإجراء صفقات معينة مع هذه الشركات أو مع تلك الشركات التي ممكن أن تدر إليه بوفير المال، وبالتالي يعدون ولكنهم لا يجعلون من العراق سوى خراب، وهذا الخراب هو وفق المخطط الإمبريالي الصهيوني الذي احتل به العراق وتم تدمير دولة أنشئت منذ عام 1921 بعد 80 سنة بعد قبل الاحتلال. كانت هذه الدولة لها ركائز معينة وتمشي بشروط وفق معايير دولية من كل الأمور التي تسير وفق منهاجية التعليم والصحة والبناء والتعيين والأمن. دكتور، على ذكر المخطط الذي تفضلت به قبل قليل، عملية تدوير نفس الوجوه، هل هذا ما تريده الولايات المتحدة وإيران؟ طبعا بالتأكيد، لأنه هذه الوجوه هي جاءت مع الدبابة الأمريكية وبموافقة إيران. كلنا نعرف الموقف الإيراني كان منذ الأيام الأولى للاحتلال، وهو أعلن بتصريح رسمي على لسان قادته أنه لولا طهران لما سقطت كابل وبغداد، وكلنا نعرف هذه المسألة. وبالتالي أنه طهران مشاركة، والآن لها يد الطولة في مسألة الانتخابات. كلنا نعرف جيدا أن هناك 30,000 من ما يسمى بالحشد الشعبي كانوا مغيبين أو منتهي خدماتهم، الآن جاءوا بهم من أجل كسب أصواتهم وعوائلهم في الانتخابات. وهنا نعرف جيدا أنه هذه المنظمة هي تضم مختلف التوجهات من الميليشيات الموجودة داخل العراق. طيب أستاذ حسين، منظمة جاست سيكوريتي المعنية بالأمن السياسي نشرت دراسة سياسية، دعني أقرأ لك هنا. أكدت في هذه الدراسة، تقول بأن العائق الأكبر أمام الانتخابات المقبلة هو شعور العراقيين العام بعدم جدوى المشاركة فيها، وطالبت هذه الدراسة الحكومة بالتعامل الجاد مع هذه الحقيقة قبل فوات الأوان. لكن السؤال المطروح هنا، هل لدى القوى السياسية الوقت الكافي لصنع الثقة ما بينها وبين المواطن العراقي؟ أنا أعتقد ليس مسألة وقت، مسألة إرادة. هذه القوى السياسية لا تمتلك إرادة أن تتغير أو تتراجع عما هي عليه الآن. هؤلاء أدوات فقط، وجودهم أو سعيهم للتواجد في البرلمان أم في الحكومة من أجل مصالح شخصية وتنفيذا لأجندات خارجية. فبالتالي القصة ليست قصة وقت، منذ 2003 وإلى الآن والشعب العراقي يتكلم والمصلحين والصالحين في العراق وفي خارج العراق يتكلمون، النتيجة واحدة، أنه مزيد من الفساد، مزيد من التهجير، مزيد من القتل، مزيد من غياب الإرادة الوطنية على والقوى الخارجية هي المسيطرة على الشعب العراقي. فإذا نحن نتكلم أمام أدوات للاحتلال مع مجموعة وبنفس الوقت مجموعة فاسدين سعيهم ودعايتهم كلها للوصول إلى البرلمان ومن ثم إلى المال العام لغرض
سرقة هذا المال العام واعتبروا مال يعني خلينا نقول يعني مباح، هم يستبيحون المال العام. نعم. ليس لديهم أي مشكلة. نعم. لا أخلاقية ولا دينية ولا سياسية. فبالتالي المسألة ليست مسألة وقت، أنا أعتقد هي مسألة إرادة، وهؤلاء لا يمتلكون الإرادة، والنتيجة ستكون كسابقتها. هذه الانتخابات نتيجتها كسابقتها، نفس الشيء ستنتهي الانتخابات. من الذي سيشترك في الانتخابات أستاذ حسين؟ هو هذا السؤال المهم يا سيدي. هناك جهتين سوف تشترك في الانتخابات. طيب، جهة هو الجمهور الحزبي المؤدلج، هذا يشترك بالانتخابات. يعني الميليشيات؟ طبعا ميليشيات. طيب. اللي مثلا منتمي لحزب ما ايا كان، هذا هؤلاء وطبعا هؤلاء قلة قليلة خصوصا بعد تشرين. طيب، الجمهور الثاني انا اسميه الجمهور المرتشي. هذه الانتخابات قضية الرشوة وشراء البطائق وشراء الذمم أصبحت على مستوى عالي، يعني خلنا نقول فضيحة بجلاجل. طيب. مو يعني فرد قضية مخفية. الصور واحد من المرشحين المفوضية شطبت اسمه لأن وهي مرشحة طبعاً وحذفت اسمه لأن تشتري بطائق للناخبين. في جميع المحافظات اليوم الناخب يذهب إلى مقر الدعاية الانتخابية لأي مرشح، يقبض ويوعده بالفوز. طيب. هذا المرشح وهذا الناخب الراشي والمرتشي لا يمكن أن ينتج عنهم برلمان وطني، ولا يمكن أن يكون هذا البرلمان يمثل إرادة الشعب. هذا المرشح الذي يعطي المال من أجل للحصول على الأصوات هذا سوف يصل وهو سارق محترف مو طبيعي. أولا يعوض ما دفعه، ومن ثم يسرق لجيبه الخاص. هذا المرشح، هذا المصوت الذي يعتبر الناخب. نعم. هذا الناخب بنفس الوقت لا يحق له محاسبة هذا المرشح لاحقا. من يقول له أنت تمثلنا وتمثل المنطقة الانتخابية، رح يقول أنا ما أمثلك، أنت جيت صوتت لي بفلوس. بفلوس. هاي وحدة. نعم. لكن المرشح أيضا عندما يتعامل، تدري الراشي والمرتشي واحد أذكى من الآخر. مرات أيضا واحد يعني يحاول يتغلب على الآخر. عملية فاسدة. كثير من الناخبين يطوف على جميع المرشحين وكل واحد يقبض منه. نعم. ويقول له انا راح انتخبك، ومن ثم يعود الى البيت. هذا يعني الان يعني مساله معروفه. نعم. حتى اكو قسم يقول هاي العشر الاواخر لازم نطوف عليهم كلهم. نعم. العشر الايام الاواخر. انا اعتقد انه يوم الانتخاب اما هذا الناخب يستمتع بيوم راحه لانه اعتبره يوم عطله وطاف وتعب كثير على المرشحين. نعم. واما راح يوفي بوعده وقسمه، راح يمسك البطاقة وينتخب عشرة بها بنفس بطاقته اللي استلم من عندهم كله. ومن يخلص من الانتخاب يطلع يقول لهم والله أنا انتخبتكم، كل ما يشوف واحد يحلف له يمين بأن انتخبه وهي البطاقة تطلع فاسدة. يعني أنا ما أتكلم ثق، ما أتكلم أنه دول إيش قد نسبتهم أستاذ حسين؟ الناخب المرتشي المشكلة ليس في عدد التصويت هنا. هنا في البطائق، في البطاقة الباطلة. يحتاج من المراقبين وخصوصا الدوليين أن يدركون كم حجم البطاقات الباطلة ومثل هذا النموذج، حتى نعرف أنه الناخب المرتشي، وما زلت أسمي مرتشي وهو يستحق. نعم. نعم. هذا الأسلوب، لأنه عيب على إنسان يبيع صوته ب50,000. نعم. 50,000 وقد يجوز يوم الانتخاب يرتفع السعر أكثر، وبعدين يأتي يشكو من العملية السياسية ومن البرلمان، ولكن هذا صوت وطني، هذا حق وطني. نعم. أنت لا يمكن المساومة بها، ومعيب جدا على أي مواطن أن يتصرف مثل هذا التصرف الوضيع. نعم. تصرف وضيع غير مقبول. ولكن أعتقد سوف يكون هذه نسبة بها جيدة، وهي من ترفع من نسبة التصويت، لكن علينا أن نذهب إلى البطاقة الباطلة ونطرحها من نسبة التصويت لنرى كم حجم طيب. التصويت. دكتور محمد، هناك من يقول أن مقاطعي الانتخابات البرلمانية يعني يساهمون بشكل مباشر أو غير مباشر أو من حيث يعلمون أو لا يعلمون، سميها ما شئت، في عملية تدوير وبقاء نفس الوجوه في العملية السياسية. هذا اتهام خطير للمجتمع العراقي المقاطع للانتخابات، لكن هل ترى أن الاتهام هذا في محله؟ هل ترى أن هذا الاتهام صحيح؟ لا، أنا أعتقد هذا الاتهام غير صحيح، لأنه الشعب العراقي من خلال التجربة التي مرت يعرف جيدا أنه هذه المهزلة الانتخابية التي يدعون لها هي عبارة عن تدوير وجوه وتدوير نفايات من الزمن
الذي استمر لأربعة دورات نيابية. وبالعكس أن شعبنا واعي جدا، لأن هناك اقتراحات ومطالب جماهيرية قام بها ثوار تشرين، ومنها تحت شعار نريد وطن، والوطن يجب أن يكون ذات سيادة ومحرر، وكذلك يريدون مطالب أخرى وهي أن ينتهي هذا السلاح المنفلت الميليشياوي لدى البعض، وقدموا تضحيات من أجل هذه المطالب تجسدت في أكثر من 700 شهيد و30,000 جريح موجودين في مناطق الإعاقة الصحية طبعا. وكلنا يعرف جيدا أن هذه الانتخابات لم تكن هي فعلا ديمقراطية وشفافة، وإنما سوف يسود فيها التزوير وكذلك الرشا وشراء الذمم. وكما نعرف جيدا أن هناك اثنان من المرشحين استثنتهم بسبب من كونهم تعاملوا من أجل شراء بطاقات للتزوير، وهذا واضح أنه العملية تجري على قدم وساق، وهم مستعدين حتى مع تدوير هذه الوجوه التي هي تتبع بالتأكيد تتبع هذه القوائم المعروفة المالكي والعامري والحكيم والصدر وغيرهم من الوجوه الكالحة التي عرف منها شعبنا العراقي مزيدا من الاضطهاد والتعسف ونهب ثروات البلاد وعدم الاهتمام بالعراق، وإنما بالعكس هم اهتموا بمصالحهم الشخصية وبمشغليهم من الخارج من الأمريكان والإيرانيين المحتلين لهذا البلد. مشاهدينا ضيوفنا الكرام، سبق أن أعرب مواطنون وصحفيون وناشطون عراقيون عن عدم ثقتهم في العملية الانتخابية التي ستجري بعد عدة أيام في ظل سيطرة الأحزاب الفاسدة وأيضا سلاح الميليشيات على المشهد السياسي في العراق، الأمر الذي لن ينتج برلمانا يعبر عن آمال الشعب وطموحاته. نشاهد آراءهم ونعود لاستكمال النقاش مع الضيوف. والشعب العراقي أيس من هذه الطبقة السياسية، الطبقة السياسية الحاكمة طبقة فاشلة وعدم كيكة ومقسمة، كل واحد حصته في مال لا أخذه. ليش بسوي انتخابات؟ زي من الانتخابات اللي يفوز ليش تطلعوه؟ إذا أكو عملية لو الأزرع، لو الأزرع انتخبنا واحد أو طلع مقاعد ما حد يخلي إلا موافقة أمريكا وإيران حتى يصير رئيس وزراء. أنا برأيي ما راح أنتخب، لأن الوجوه نفسها هاي بلكتهم شوية تصعد عندهم الغيرة الوطنية، ولا بد يطلع واحد بيهم شريف وغير حالنا، لأن الوجوه نفسها هسه حاليا وصار لنا إيش كم سنة على نفس الحال، كل شيء ما تغير، كل ما تنطوا عود وأنا راح أسويك وراح أسويك، بالأخير يطلع هو فاشل وحاله ما حال القبلة. ما زالت بيوت الفقراء تهدم على رؤوس أصحابها، ما زالت شوارع بغداد خربة، ما زال الفساد يسكن في المستشفيات ووصل للقضاء، والدليل هاي الفضيحة اللي صارت بمحافظة بابل. أي انتخابات والفقير ما زال يئن من جروحها، وأين الوجوه الجديدة؟ كثير من المرشحين والكتل السياسية هي لا تعول على المواطن العراقي المستقل، وإنما تعول على قواعد جماهيرية وعلى المتحزبين والمنتمين واللي ولاهم لتلك الكتل وتلك الأحزاب، ولهذا عندما يتحركون بهذه الآلية حقيقة. يعني أنا كمواطن عراقي أشهد لله ثلاث دورات انتخابية لم أشارك، ثلاث دورات انتخابية لم أشارك في الانتخابات، وكنت أتصور أنه لا توجد انتخابات، واليوم أنا مطمئن القلب لأنه لم أشارك في إيصال هذه الوجوه إلى مجلس النواب. الجهات السياسية والحكومية هيمنت على السلطة، هيمنت على مفاصل الدولة، الفساد استشرى في جميع مفاصل الدولة. بالتأكيد إحنا اليوم كمواطنين
أنا ما عندي أي ثقة بالانتخابات، وبصراحة الجهات السياسية هي من تتحكم في نتائج الانتخابات، في العمليات الانتخابية، والانتخابات هي تحصيل حاصل، كل شيء معد سابقا وكل الأمور تسير في مصلحة الأحزاب السياسية وحيتان الفساد. أستاذ حسين، اتفقنا على أنه أبرز أسباب المقاطعة الشعبية للانتخابات هو اليأس من التغيير السياسي وإصرار القوى السياسية على موضوع المحاصصة الحزبية والطائفية. طيب، إذا كانت هناك يعني رغبة جامحة بإلغاء هذا النظام، لماذا لا يتم البحث عن نظام سياسي بديل عن الذي عرفناه منذ 18 عاما؟ يعني شوفوا، هذا النظام الموجود هو من وضعه؟ هل وضعته الإرادة العراقية والإرادة الوطنية؟ طبعا الجواب لا. اليوم بالعالم العربي وخصوصا في العراق، حتى تغير النظام هناك ثلاث قواعد أساسية: الإرادة الشعبية، قيادة وطنية، العامل الخارجي. ضمن العوامل الثلاثة هي تستطيع أن تغير، ولاحظنا في العالم العربي وفي العراق هذه الأدوات الثلاثة أو هذه الوسائل الثلاثة هي تؤدي إلى تغيير أي نظام. طيب، لم تتوفر في الوقت الحاضر الثلاثة. هناك إرادة شعبية بعد 18 سنة؟ أي نعم، هناك إرادة شعبية. طيب، بدليل ثورة تشرين داخل مناطق وسط وجنوب العراق اللي تعتبر العمق الاستراتيجي للأحزاب الطائفية التي الآن انقلبت عليها وأغلقت هذه الدكاكين السياسية. إذن هناك إرادة شعبية، لكن قضية القيادة الوطنية والعامل الخارجي مغيبة كاملة. يحتاج أن تنهض قيادة وطنية وتعلن عن نفسها وتتكلم مع الجمهور وقريبة من الجمهور، وبنفس الوقت تحتاج إلى حماية حتى تستطيع أن تتحرك. والعامل الخارجي بمعنى العامل الدولي والإقليمي. طيب، العامل الدولي والإقليمي ساهم في إسقاط الدولة العراقية واحتلالها، وإحنا نعرف هذا الأمر. ومؤتمر لندن الذي اجتمع، كانت هذه القيادات الكرتونية القرقوزية يعني كانت جاهزة لاستلام نظام حكم. طيب، فهذا النظام لم يتم بإرادة وطنية. نعم، إرادة تغيير هذا النظام، لكن بتوفر هذه العوامل الثلاثة. هناك رب قائل يقول أكو يعني عن تغيير النظام، حتى بعض القوى الحزبية داخل الحكومة، النظام لا تغير، لا يغير النظام من هو داخل النظام. طيب، لابد أن يغير النظام من هم يعني خلينا نقول قيادة الثورة خارج المنظومة. خارج المنظومة، نعم. لأنه هؤلاء أكو بعض النصوص أو بعد 18 عام اصطدموا ببعض الشغلات، يعني أيه. مثل وجود الميليشيات في البرلمان، وجود الميليشيات مشاركتها في الانتخابات، تدري هذه مخالفة دستورية. فحتى يتخلصون من هذين كلتين يعني عندهم شيء، خلي يعلمون أنه أي نظام لا يتغير من داخل النظام، وإنما يتغير من قبل إرادة شعبية وقوى ثورية تغير النظام وهي تضع نظاما جديدا. لا يمكن السمح لهؤلاء أن يبدأوا يتعاملوا ويستغلوا الأصوات الشعبية الرافضة لهذا النظام البرلماني الموجود. هو يزعمون أنه برلماني لكن هو كهنوتي، نعم، ثيوقراطي. طيب، مقنن. طيب دكتور محمد، يعني موقف الأمم المتحدة يعني ما زالت تدعم بقوة هذه الانتخابات القاصرة وفق معايير الأمم المتحدة نفسها، وأيضا يعني تدعو الشعب العراقي للمشاركة فيها، لكن ما مصلحة الأمم المتحدة في دعوة المواطنين إلى الانتخابات؟ ما الهدف من وراء ذلك؟ أنا باعتقادي أنه الأمم المتحدة كان المفروض عليها أن لا تتدخل في الشأن العراقي وتترك هذا الشأن للعراقيين في تقرير مصيرهم، ولكن حسب اللقاءات التي تجري بها مندوبتهم في داخل العراق نجدها أنها تتدخل تدخلا فظ في هذا الشأن بزياراتها إلى قادة من ما يسمى بقادة البرلمان وقادة الوزراء وغيرهم من المسؤولين في داخل السلطة. هذه هي تدخل فظ من قبل الأمم المتحدة في هذا الشأن، لأن العراقيين يعرفون جيدا كيف يتخذوا القرار المناسب من أجل تحسين وضعهم، وبذلك هم الآن عازفون على عدم المشاركة في هذه الانتخابات، بينما الأمريكان والإيرانيين وغيرهم من حتى القوى الميليشياوية تجعل من هذا اليوم يوم تغيير الوجوه
التي هي مرتبطة بالأساس مع هذه القيادات وتسري وتجري مثل ما هم يريدون في برامجهم التي نفذوها قبل سنوات، والآن يقومون في نفس العمل. ولذلك تجد أن شعبنا العراقي يرفض رفضا قاطعا هذه الوجوه. وعلى سبيل المثال أنه الكثير من المرشحين لهذه الانتخابات قاموا بزيارات لعدد من المناطق، لكن شعبنا استقبلهم استقبالات غير لائقة، لأنهم يستحقون هذا الاستقبال وطردوهم. حتى أن هناك في مدينة من مدن العراق هي مدينة القاسم، ذهب أحدهم من أجل إقناع عشيرة، هذه العشيرة رفضت استقباله حيث أرسلت مندوب عنها يقول له نحن لسنا بحاجة إلى لقاء، وشفنا الكثير منكم ولذلك تفضل غير مطرود. وهو فعلا جر بأذيال الخيبة وذهب من حيث عاد. طيب. وهذا دليل على أن الشعب وعى أن هذه الزمرة التي تريد الآن أن تفوز في انتخابات برلمانية جديدة لم تأتي للعراق بخير أبدا، وإنما لمصالحهم الشخصية وارتباطاتهم بالاحتلالات. طيب. ولذلك عراقنا يجب أن يكون واعي لهذه المسألة. وهناك نداءات من قبل الوطنيين حتى يقولون لهم يا أحفاد ثورة العشرين عليكم أن تقاطعوا هذه الانتخابات، لأننا مللنا وشاهدنا ما جرى خلال 18 عام من حكمهم. ماذا جرى للعراق؟ لا مستشفى ولا مدرسة ولا صناعة ولا زراعة ولا تعليم، وإنما تزوير شهادات وارتباط بالقضية الخارجية التي هم يسيرونها ويريدونها وفق إرادتهم وفق ما يريدون في تدبير هذا البلد من أجل عدم نهضته. لكن المستقبل سيكون لثوار تشرين. طيب. ولشعب العراق بالتأكيد، وستنتهي هذه الغمامة. سنأتي إلى هذه النقطة دكتور محمد، ولكن دعني أنتقل إلى الأستاذ حسين. أستاذ حسين، وكالة أسيوشيتد بريس الأمريكية تقول إن الميليشيات الموالية لإيران في العراق تسعى لإحكام سيطرتها في البرلمان، وذلك من خلال الدخول في الانتخابات القادمة. يعني ما سبب ذلك إذا كانت الميليشيات هي المتحكمة أصلا بالبلاد؟ ما الذي تريده أيضا؟ الميليشيات لديها عقدة، والمجتمع الدولي لديه أيضا رغبة في سيطرة هؤلاء وتقنينها من خلال دخول الانتخابات. السؤال هو كيف تشارك ميليشيات في الانتخابات، وهذا السؤال المهم. موجينين بالأسخارة راحت قابلت أبو فدك، شوف يعني معناته بأنه الأمم المتحدة تعترف بوجود ميليشيات في العراق وتدعمها. طيب. جنين بلاسخارت اعترفت بالانتخابات وزكتها 2018. انطيني سياسي او حزب سياسي، انا اتكلم مع المشاركين. نعم. الفائزين والخاسرين. طيب. اعطيني واحد منهم قال هاي الانتخابات مو مزورة. كلهم قالوا مزورة الا جنين بلاسخارت اسعدت بها وبنزاهتها ونسبة المشاركة 20% وتجاهلت 80%. هذا النموذج الشعب العراقي ما عاد يهتم الرأيه، ما عاد يهتم. السؤال المهم كيف تشارك الميليشيات في الانتخابات، وأين شرعية انتخابات مشاركة فيها الميليشيات؟ طيب. هو هذا السؤال. الدستور العراقي مو يحظر تشكيل الميليشيات، واحد، مو يحظر على القوات المسلحة. نعم. أن تشارك في الانتخابات. نعم. أو تقوم بالدعاية، طبعا كأنما هو دستور بريطانيا. نعم. يحظر عليها الدعاية للانتخابات، بينما قادة الميليشيات مالين الفضائيات كلهم يسوون دعاية. نعم. إذن وين الشرعية؟ وين الشرعية الانتخابات إذا هي المخالفة الدستورية؟ يعني معقول الأمم المتحدة تريد فوز
الميليشيات في الانتخابات؟ الأمم المتحدة تريد نموذج الدولة الفاشلة للعراق، نموذج الدولة الفاشلة وتسعى لذلك، وأحد أهدافها لأن هي أحد أدوات الولايات المتحدة تستخدمها، فبالتالي النتيجة أنه تسعى لأن يكون النموذج الدولة الفاشلة هو في العراق. لا يمكن أن يكون الدولة الفاشلة إلا بوجود هؤلاء على رأس السلطة، هي هذه القصة. فإذا الأمم المتحدة هي مساهمة في تدمير العراق. نعم، هذه القصة. أن يعجب الانتخابات ويتكلموني وهذه الانتخابات ستكون حاسمة. طيب حاسمة إذا أنت تقول ميليشيات مشاركة بيها جهات مسلحة، طيب وين تكافؤ الفرص؟ وين احترام الدستور؟ وين احترام القوانين؟ كل هذا تجاوزه، والمصيبة أنه يشهدون بها قبل إجراء انتخابات. يا سيدي حتى فرنسا ما أشهدوا بانتخابات قبل إجراء، بريطانيا ما أشهدوا بانتخابات قبل، إلا بالعراق يشهدون بها قبل إجراءها، قبل إجراءها إجراءها كلهم يشهدون بالانتخابات وانتخابات بالدول الأخرى اللي توها نشأت ديمقراطية كلهم انقلبوا عليهم. والله أنا أقسم لو هذه لو أي انتخابات في العراق يصدر عنها حكومة وطنية تحترم الشعب العراقي وتعتمد مبدأ المواطنة في إدارة الدولة لانقلبت عليها أمريكا وإيران قبل غيرها. صحيح. طيب دكتور محمد، يعني هناك من يقول يعني على الرغم من التظاهرات يقولون بأن التغيير الحقيقي يأتي عبر دورات انتخابية عديدة وبمشاركة فاعلة من قبل الشعب العراقي وليس عبر المقاطعة والعزوف، وهو أمر ضروري لتحقيق التغيير السياسي استنادا إلى تجارب الانتخابات السابقة. تعتقد أن يعني هذه المقاربة دقيقة؟ يعني لابد من عقد دورات انتخابية يشارك بها الشعب بشكل مكثف لا أن يقاطعها. تعتقد أن هذه المقاربة يعني تصيب كبد الحقيقة؟ لا بالتأكيد، لأنه الشعب العراقي جرب هؤلاء في 4 دورات ولم يحصل على أي شيء، وإنما مجرد وعود. هذه الوعود كانت وعود كاذبة، يقيمون علاقات مع شركات تهمهم هذه العقود من أجل كسب المال، من وبالتالي أنه شعبنا اليوم هو على محك العزوف عن الانتخابات، هو الحل الأساسي، لأنه هذه الانتخابات لم تؤدي إلى شيء جديد ممكن أن يطور من هذه الدولة ويقيم علاقات مع المجتمع الدولي بشكل صحيح ولائق يحترم من قبل الدبلوماسية العالمية، وإنما بالعكس حتى أنهم لا يحترمون هذه الدولة لأنه ليست دولة قائمة على أساس الأمن والاستقرار ووحدة وتماسك المجتمع العراقي، وإنما بالعكس إن هذه الميليشيات وهذه الزمرة المهيمنة على القرار السياسي داخل البرلمان وحتى في الحكومة العراقية هي تسير وفق توجيهات خارجية. طيب. وفق إرادات خارجية، ولهذا شعبنا مدعو إلى أن يكون جاهزا لفتح جبهة نضالية خارج هذه الانتخابات من أجل تعزيز صمود شعبنا العراقي. نعم. وفق منهجية الثوار تشرين مثلا. أستاذ حسين، عزوف المشاركين عن الانتخابات يقوض شرعية النظام السياسي القادم؟ يعني لا شرعية له؟ خاصة إذا ما علمنا نسبة المشاركة في 2018 كانت 18%، ولكن يعني حصل النظام السياسي على شرعية دولية وغيرها، حتى الجامعة العربية اعترفت بذلك. عملية العزوف في هذه الدورة الانتخابية يقوض شرعية النظام السياسي القائم؟ يعني اولا عمليه العزوف هي ممارسه سياسيه وليست عمليه مال يعني ناس كسالى قاعدين وما لهم رغبه والى اخره، او اميه سياسيه، هي ليست اميه سياسيه. نعم. هو فعل سياسي لعمل سياسي خاطئ. نعم. لا يمكن تغييره بالمشاركه لان هناك تجربه سابقه.
أنا أسأل اليوم عندما يكون 200 حزب مشارك في انتخابات، طيب 200 حزب مشارك في انتخابات في نظام برلماني، من أين ستخرج الكتلة الفائزة؟ من يستطيع أن يأتي ب 51%؟ ماكو. أنت شايف نظام برلماني من 2003 وإلى الآن لا توجد به معارضة، كل من يشترك بالانتخابات يريد مقعد. ماكو بنظام برلماني كلهم حكومة، ماكو معارضة، ولهذا سبب الشارع خرج، لأنه ماكو معارضة بالبرلمان. صحيح. فالشارع سطر طر هو يخرج أن يتكلم. نعم. كل من يشارك يريد. السؤال، حتى اللي أخذوا 40 مقعد و50 مقعد وما أدري إيش، هو ما يحق له، ما يقدر يشكل حكومة. طيب. هل أحد يجرؤ على تشكيل حكومة في العراق بدون الإرادة الأمريكية والإيرانية؟ أريد لي مسؤول واحد الرئاسات الثلاثة. خلي واحد يقول لي أنه هؤلاء الرئاسات الثلاثة خرجوا من رحم الانتخابات وبتصويت الشعب العراقي وبإرادة وطنية. نفس المسؤولين يدركون هذه الحقيقة، ما تنتهي الانتخابات حتى يصير السباق قسم إلى السفارة الأمريكية وقسم يعبر الحدود إلى طهران. طيب. ويطلب الولاء ويعطي فروض الطاعة ويتعهد بأنه سوف يسحق هذا الشعب ويحافظ على المصالح الإيرانية، والآخر يطير إلى السفير والسفير ما عنده مجال يستقبله. ولاحظنا يعني جميع تشكيل الحكومات ب2005 و2010، هناك تجربتين على الشعب العراقي أن يدرك هذه التجربتين ويفهمها. 2005 المكون السني لم يشارك. طيب. حصل المكون السني رئاسة البرلمان وست وزراء، هو لم يشارك. يا أخي ما يستحق. ب2010 فازت القائمة العراقية ويحق لها تشكيل حكومة 89 مقعد أتذكر لحد 91 المالكي. نعم. بتزوير وأخذ 89 نعم. ولم يحق لها تشكيل. وبنفس الوقت أخذت رئاسة البرلمان وخمسة وزراء. يا شعبنا العراقي بجميع مكوناته، الوزارات موزعة ورئاسة الوزراء معلومة ورئاسة البرلمان إذن يا شعبنا العراقي اقعدوا في بيوتكم، وهن الوزارات معروفة من هو سيكون الوزير ومن سيكون رئيس البرلمان منذ الآن قبل ما تشاركون بالانتخابات. يعني قبل ما يشاركون هو معلوم من هو رئيس البرلمان القادم. بهاي الانتخابات راح تصير كذا حزب لفلان وزارة فلان وزارة الكذا. نعم لأنهم يعرفون أنه هذه النماذج كلها جاية تريد تسرق. طيب. وكلها جاية على المال العام، وما يمكن أحد هذا طبعاً اللي يصير معارض يعتبر إقصاء. أنت شايف نظام برلماني. نعم. واحد معارض سياسي يعتبرها إقصاء. ما نقبل أحد يقصينا. إحنا عندنا 5 نواب، سيستحق مدير عام شينطيك يعني فراش بوزارة، ما 5 نواب سأسوي لك يروح. طيب. يتحالف له كم واحد. ويتحالفون الاثنين يسوون لهم يساوي وزير كابينة وزارية، يجون يقدمون نفسهم ككتلة جديدة. هذا الكتلة الجديدة تريد لها وزارة، يا بخذوا الوزارة زين، تعالوا شلون تفاهمون ذول على الوزارة، يتقاسمون ايش قد واردها. والله ثق أنا ما أحكي لك. يا أخي أنا أنا أتكلم عن حقائق في النظام العراقي. اللي ما يقدر يحصل على وزارة راح يتحالف ويا الجماعة ويتفق وياهم ويقدم نفسه ككتلة جديدة. زين. طيب وهذا التحالف قبل الانتخابات حصل بالعالم هكذا شيء؟ 200 حزب يتنافس بالانتخابات لا يأتي بأغلبية سياسية. صحيح. ولا أقلية معارضة سياسية، والأغلبية تأتي هي ليست أغلبية سياسية، أغلبية طائفية معتمدة على الطائفة. هذا القصة غير مقبولة. طيب. هذا النظام لا يمتلك مقومات البقاء. طيب. لا يمتلك مقومات أن يدير الدولة العراقية البردة المتعددة المكونات والمذاهب والأطياف، غير ممكن. طيب. غير ممكن هذا أبداً. طيب دكتور محمد، التحضيرات للانتخابات يعني نقرأ في نشرات الأخبار هناك تصعيدا واضحا في الصراع بين الأحزاب الفاسدة وتزايد ملحوظ في عملية الاتهامات وحملات الفضائح المتبادلة بين هذه الأحزاب الفاسدة. ما الغاية من هذا التصعيد؟ هل هو استهلاك إعلامي أم مسرحية يمارسها على الشعب العراقي؟ مسرحية على الشعب العراقي بالضبط. نعم. لأنهم الآن يفكرون وكما هو معلوم ومعروف لدى الإعلاميين ولدى المتابعين لما يدور في الساحة العراقية أن هناك رأي مثلا للتيار الصدري أنه سوف نفوز بأكبر المقاعد وسوف نستلم رئاسة الوزراء، وبنفس الوقت يصرح المالكي تصريح بأنه قائمته سوف تحصل على أكبر عدد ممكن من المقاعد وستكون رئاسة الوزراء لهم، وهادي العامري أيضا. فهذا التنافس
هو عبارة عن مسرحية تقدم، مسرحية هزلية تقدم إلى الشعب العراقي من أجل أن يفهم الشعب العراقي أن هؤلاء الوجوه هي نفسها التي سوف تأتي إلى دورة البرلمان القادمة. فعليكم يا أبناء شعبنا أن تتوخذوا الحذر من هؤلاء من أجل عدم مجيئهم إلى الحكم مرة أخرى. طيب دكتور بقيت لدينا يعني معكم دقيقتين أو دقيقتان. عدم المشاركة في الانتخابات دكتور وبنظرة استشرافية للمستقبل، هل يمكن أن يتطور إلى حراك شعبي أشد زخما وعنفوانا من ثورة تشرين في المستقبل؟ تعتقد ذلك؟ أنا أعتقد أنه يعني بعد الانتخابات والنتائجها ستظهر، سوف يكون هناك تطور في حركة تشرين، وهذا التطور ممكن يؤدي إلى عملية العصيان المدني، وهو الاعتراض على تقديم الضرائب إلى الدولة ودفع فواتير الماء والكهرباء ولو هما الاثنين غير موجودين حاليا. لكن هناك ضرائب تأتي وفاتورات تأتي، وبالتالي أن هذا يعني هذا الطريق هو الطريق الوحيد لهذا الشعب حتى في سلميته ممكن أن يقوض أركان الحكومة القادمة التي سوف تأتي من المحاصصة الطائفية وفق دستورهم اللي هو دستور محاصصة لا مواطنة. أنا أشكرك دكتور محمد جواد فارس الكاتب والباحث السياسي، حدثتنا من لندن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا في هذه التغطية. أستاذ حسين السبعاوي يقول دكتور محمد بعد نتائج الانتخابات سوف نشهد تطور في حركة تشرين، تعتقد ذلك؟ ستكون هناك تشرين قادمة في العراق؟ نعم أنا أعتقد سيكون هناك حراك تشرين سيعود وبطريقة جديدة ليس على الطريقة القديمة، لأنه الأصل الحراك هو لديه أهداف، ولتحقيق الأهداف لابد من تغيير الوسائل، وكثير من الوسائل يجب أن تتغير في حراك تشرين، ومنها من ذكر مثلا العصيان المدني وغيرها. لأنه هذه الانتخابات اللي رغم كل ما الهالة الإعلامية، السؤال الذي يطرح نفسه من هو الجديد المشارك في الانتخابات حتى ينتخب الشعب العراقي؟ نفس الأسماء، نفس الوجوه، نفس الأحزاب، نفس الكيانات على كل يعني المكونات العراقية. هو لا يوجد حزب جديد ولا يوجد مشارك جديد. طيب كيف تكون حاسمة؟ الشعب العراقي يدرك أنه نفس الوجوه ستعود إلى البرلمان، تتغير أحجار رقعة الشطرنج كل واحد في مكان. إذن عودة الانتفاضة وعودة تشرين مؤهلة، ويعني ستكون بطريقة جديدة وأعتقد بطريقة أشد وبكثافة أكبر. أنا أشكرك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لحضوركم هنا في الاستوديو. شكرا مشاهدينا الكرام، الشكر موصول لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.